التحيات لله والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد. خلاص خلاص، ده ركن. وعلى آل محمد أبعاد. طب اللي قال سيدنا ده ايه ده؟ مين المبتدع اللي بيقول سيدنا ده؟ استغفر الله العظيم، ليه تقولوا سيدنا؟ ليه؟ استغفر الله، ليه تقولوا سيدنا؟ ليه مولانا الملك انت ابو الحسن، ليه نقول سيدنا؟ ما نقول ايه؟ اللهم صل على محمد، ما شاء الله. طب واللي قال سيدنا حرام، صلاة باطلة؟ قال رسول الله، اوعى، استغفر الله، لا تسيدوني في الصلاة. مين دول؟ What the meaning of؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ده؟ مش ليس حديث، لا تسيدوني في الصلاة لا أصل له. الرسول لم يقل اللهم صل على سيدنا محمد. مولانا أنا اسمك يا مولانا؟ أنا وحيد عصري وأواني، فريد ظهري، كايد حسادي، من إذا تكلم أسكت الجميع، أنا رئيس جمهورية مصر العربية بعد 40 سنة، أنا وما فيش غيري. ما حدش يقول كده يا مولانا، لا أحد يقول هذا. اسمك إيه؟ اسمي هشام. خلاص، أنا أقول إيه؟ أنا هشام، أنا دكتور هشام، أنا رئيس جمهورية هشام. معروف إن الشيخ يتواضع والطالب يعظمه. اسمك إيه؟ اسمي هشام. لكن أنت لما تيجي تكلمني تقول لي يا شيخ هشام، معروفة، علمنا كيف نصلي عليك. قولوا اللهم صلي علي، يا أخي عيب يا أخي. قولوا اللهم صلي على سيدنا محمد، برضو عيب. علمنا كيف نصلي عليك يا رسول الله، قال قولوا اللهم صلي عليها. على هو يقول، مش عايز كلام كتير، هو يقول، لكن أنا لازم أعظمه. فهمتوها؟ قال سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه إيه؟ لما سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال، قال أبو بكر سيدنا، أعتق سيدنا. الرسول فرح، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هو يقول كما شاء. اسمك إيه يا راجل؟ روح لشيخ الأزهر قول له اسمك إيه، يقول لك اسمي أحمد. لكن لا يقول أنا شيخ الأزهر، لكن أنا لما أقول الإمام الأكبر فضيلة مولانا أنا اللي أقول. هو يتواضع، لكن أنا إيه؟ أعطيه حقه. ومن هنا تنفك الإشكال خالص. لماذا نقول اللهم، من يقول اللهم صل على محمد أنا لا أعترض، لكن من يقول اللهم صل على سيدنا محمد لماذا الاعتراض؟ ده نوع من أنواع الأدب. هو لم يقل، هو لم يفعل، أمر يعني في غاية اليسر، هو لازم لا يفعل. هو يتواضع، لكن أنا إيه؟ ها أنا أفتخر. لا تسيدوني لا أصل له. خلاص إخوانا، لا تسيدوني إيه؟ لا أصل له. هذا كلام أنا ناقل، يعني هذا كلام العلماء، أنا ما أنا إلا ناقل، ليس من اجتهاداتي، فمع يعني نحن مقلدون يعني. قم في الدنيا وحي الأزهر، وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخش عمليا واقض حق إمة، طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأكرم مظهرا.